هلا بخير وعلى الورد، كيف الحال؟ هذا ملتود طبيعي، الزيت البلدي، زيت الزيتون. خلا 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 تعالي تعالي الله يعطيك العافية. يعطيك حالك شو الحمد لله الله يخليك. احكي لنا عن مشاركتكم كجمعية هلال أحمر فلسطيني. احنا موجودين هاي أي شيء له دخل بسمو للشعب الفلسطيني وإشي إنساني نساعدهم احنا جاهزين. هي مشاركة مش بس على منطقة الجنوب، كاملة الضفة كاملة في كل مناطق الضفة. نعم نعم. طيب يعني احكي لنا عن دعم صمود المواطنين، يعني هاي الفعاليات مثل هذا النوع من الفعاليات وهذه الأعداد اللي حضرت بتعزز من صمود المواطن الفلسطيني في أرضه؟ نعم، هذا تعزيز، واثنين انه الأرض هاي ثبوتها، وجودنا معهم ومشاركتنا معهم بنثبت انه هاي الأرض أرضنا ولازم نثبت هاي، ومساعدتنا معهم بقطف الزيتون وخاصة هاي المناطق القريبة من جدار فصل العنصر. طب يعني أنتم تحضرون عادة ما يتم الاعتداء على أصحاب الأراضي وعلى النشطاء أثناء قطف ثمار الزيتون؟ نعم. هل تقومون يعني بتقديم المساعدة في حال لا سمح الله تم إلقاء قنابل غازية أو يعني قمعهم من قبل؟ نعم، إحنا بس عملنا بس مساعدة الناس وصمودهم، كمان في لنا دور بإسعافهم وتقديم المساعدة البسيطة جدا في خدمة الناس اللي واقفة بأرضهم وصمودهم. نعم، شكرا شكرا لك. يعطيك العافية خالة. في اليوم اللي جايين هنا اليوم جايين نقطف الزيتون في أي منطقة؟ بيت باع. طيب أنت شو بتسوي حاليا؟ والله بنعمل قاعدين في شاي على النار وملتوت وشراك ومن كتف الزيتون. طب احكي لنا عن هاي الأجواء، أجواء قطف الزيتون، كيف بتكون أجواء قطف الزيتون؟ والله أجواء حلوة يعني، واللي يعني نزهة، يعني اللي بده يتنزه بيطلع برا على الزيتون ونشوف بعض والناس، يعني فيش أحلى من أجواء الزيتون. يا رسمي يا هلا بدي ذهب وأحب عباقين بدي عالم فلسطيني رفرد على المصحوبية لبس لا بدي لبس ولا بحب اللبس بدي عالم فلسطيني رفرد وصاب الكونة منديل ما بدي منديل ولا بحب المنديل بدي عالم فلسطيني رفرد وصاب الخليل بدلي ما بدي بدلي ولا
شوارع يافا وعلى صورة لعبت مشوار ميلة على صوت الهدى فديك من رمو تذكار صورة بشوارع يافا على صورة لعبت مشوار ميلة على بلدي لتشوف كيف البحر كيف البحر أبوي وصلني عليك يوم 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 كرة يا بدر يا القدس مشوار السماء بدر عنك وسأل عنك احنا يا باشا كويتين قهوي عنا شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار ميلة الوادي عار كويتين قهوي عنا شرفنا حارة قلوبنا لعيونك دار ميلة يا بلدي لتشوف كيف البحر شايفك تد كويس سامر زيوت ما بيجينا تد كويس 7 ساعات ونص ايوه انا ملتهي ما بكونش في هذول الارضيات ابراهيم ابراهيم
ابعد غاد ابعد غاد ابعد غاد يلا يا مشهور قاعدين على كراسي جايبين كراسي قاعدين عليه يعني احنا راح نجي نصور انا وياك ابعد غاد عادي انا قاعد على الكراسي مش هذا على الكراسي والله زلمه تعبان يا زلمه تعال لك ايش هذا أنا بدي أحكي. أنتوا أي جهة؟ أنت؟ أنا أي جهة؟ جميل. جميل. لا هي المدير هو المخول يحكي. تمام هذا المدير. البحث من هنا شو؟ بدل موجود. اليوم موجود ميت. يعطيك العافية يعني اليوم هذه الفعالية هذه الفعالية يعني قطف ثمار الزيتون في المناطق المهددة بالمصادرة وخلف الجدار يعني ما رمزية هذه الفعالية التي قمتم بها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى يعني كما تعلمون أن هذه ضمن سياسة استراتيجية وزارة الزراعة في تعزيز صمود المزارعين اليوم احنا في الفعالية المركزية لمحافظة الخليل بشراكة المديريات الزراعة الأربعة بشراكة مع إقليم حركة فتح حيث محافظة جدار الهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا بلدية متعوة يعني دورنا اليوم احنا نعزز صمود مزارعينا في هذه المنطقة من خلال مساعدتهم في قطف زيتون وأيضا تعزيز وصولهم إلى أراضيهم إن شاء الله. يعني شو الآليات اللي بتضعوها لتعزيز صمود المواطنين في هاي المناطق؟ يعني زي ما حكيت لك هدف أساسي من استراتيجيات وزارة الزراعة هو تعزيز صمود الموجودين سواء كان في دفع باتجاه استصلاح أراضيهم تأهيل الطرق الزراعية وبالإضافة أيضا لمساعدة مزارعينا في مثل هذه الفعاليات الموجودة اليوم. الرسالة اللي حابين نوصلها اليوم إن إحنا مزارعنا الفلسطيني مزارع يستحق كل احترام، احنا جاهزين ان نكون مع ايدي بيد في المنطقه ونحاول نساعده ونحاول قدر الامكان ان نعزز صموده في هذه المنطقه. شكرا. لا هنا بقف حتى التالي انت قف هنا تجيب الشواك عجانب يلا امن هنا ايوه يعطيك العافيه يعزك عافيه انتوا اليوم ليش جايين لهي الفعاليه قايمين احنا جايين اليوم يعني كمديريات زراعه في محافظه الخليل مثلا جنوب الخليل وشمال الخليل والخليل ويطا لمساعده المزارعين في قطف الزيتون في منطقه بيت بعرف بيت عوا وهذا الكلام ياتي طبعا ضمن سياسه واستراتيجيه وزاره الزراعه في دعم وصمود المزارعين في المناطق المحاذيه للجدار انت شايف كمان الجدار مش بعيد عنا الا بضع امتار هذه المنطقه من المناطق المهدده دائما والمعرضه للتاثير والمصادره والاضرار دائما بشكل مستمر في هذه المنطقه. شكرا. بيت نسجل مقابلة يا أستاذ. صدق. سمح هو. شو تصبح عارف؟ كيف لك أصيبه إنه ده؟ هذا الزيتون.
وظفوا لنا دار وحدي.